تروح عليك نومي هون. ما بدك يعني شوف أخي وقت يرجع. وصلت الرسالة. صباح الخير. خليكي عندي الليلة. هلأ مطفية الأضوية، بكرة بس تضوي الفلاشات ما رح تشوفني. شو هذا اللي صار دجلة؟ فكرتهم رح يعلقوا وينزلوا بكوسة ببعض نشف دمي؟ والله انتي كمان خفتي مو هيك؟ بارش قال لي ضلي عندي الليلة. شو؟ ما رح اسألك شو جاوبتي لأني شايفتك قدامي. قلت له بكرة لما تضوي الفلاشات ما رح تشوفني وطلعت. ايه ما قصرتي، ما بيصير يقلك ضلي تقومي تضلي، خليه يحاول ويتعذب مشانك. ما رح يتعب حاله ميرال، هو كمان مثل بابا ما رح يسأل ليش ولا رح يلحقني. معقول أنا ما بستاهل محاولة تانية من أي حدا؟ عملت شاي منيح؟ عمي عدنان عم يدور على حدا يطلع على التاكسي بالليل، رح روح لعنده وحاكيه، وانا ومارق رح مر لعند احسان ورجع له المصاري اللي اخذتهم. ويا ريت ما تصرخ علي قدام الناس، هالمره سكتت لحتى ما تكبر. انت كمان ما تستغل اسمي وتفوت هيك فوتات. طيب ماشي، ويا ريت ما تضل قالب خلقتك. ماني قالب خلقتي. ليش حاطط العقدة لكان؟ ها؟
دجلة وصلتني على البيت مبارح. ايه قلت لها ضلي، ما ضلت. اللي لتكون معجب فيها لهالبنت، بتريحني كتير. أنا وما بحس حالي مرتاح ومبسوط، بهدى وبروق. وقت كون معه ما بكون الممثل المشهور، بكون بارش اللي على طبيعته. وهي شو حاسة؟ ما بعرف، وخبصت مبارح. ممثل بمسلسل ما في غير بجبل البلاوي كل يوم والتاني، هيك شايفتني. ماني زلمة مثقف، بفهم بالكتب وبالأفلام وهي القصص. هي بتريحني بس أنا ما بريحها أبدا. عم تظلم حالك كتير. ها أول شي أنت حلوة كتير وممثل موهوب، واسم الله عم تلمع يوم بعد يوم. أنت بتعرف كم مليون شاب بيحلموا حلم يكونوا مكانك؟ ها لك كل شي نسوان بهالبلد طاير عقلهم فيك يا مجنون، وأولهم بيسان. لك مو هيك، نحن عم نمثل دور العشاء بالحياة كرمال ريت المسلسل. انت عم تمثل بس بيسان عشقانة عن جد. يعني حاولت مع مساعدة لميس مرة وما مشي الحال. لا تجور على حالك، انت تعبت كتير لحتى وصلت هالايام، لكن بسط بحياتك، عرفت تعيش. يلا انا رايح هلأ. لنشوف لما يشوفك بارش شلون رح يتصرف معك. لك أنا الماني عارفاني حالي شلون بدي أتصرف. رح يكون في توتر بسيط، بارش رح يجرب يفهم ليش رفضتي، وأنتي حسسيه على الخفيف إنه بدك توثقي بحبه، حتى برأيي قولي له إياها بصراحة. عيني تقلباتك هي مخوفتني، ما فيني جازف بقلبي الصغير. إيه فوراً، ليش بقدر؟ إذا بارش سألني ليش بحكي له، بس إذا هو ما سأل والله ما بعرف. ما كان شربان كل هالقد مبارحة، مستحيل ما يكون متذكر اللي صار. معقول ما يكون متذكر ميرال؟